وسهلا، مرحبا بكم في العدد الاول من الاحد الرياضي لسنه 2020. سنه ان شاء الله نتمناها كل الخير لتونس وكل النجاحات للرياضه التونسيه، خاصه وانه سنة تستنينا عديد المواعيد ونحكيوا عليهم بعد مع مختلف الفقرات مع الضيوف. هذه الساعه نبداو بالسوماغ، نشوفوا اهم فقرات الليله. توب سوماغ، الرياضة المحترفة الأولى لكرة القدم، وفي لقاءات متأخرة كلاسيكو النجم الساحلي والنادي الإفريقي ينتهي بالتعادل، والترجي يفوز على مستقبل سليمان ويصعد للمركز الثاني. الدور التمهيدي لكأس تونس، القمة تعود لقوافل القفص على حساب ترجي جرجيس مستقبل المرسى، وفي لعاداته في مسابقة الكأس ونادي منزل تميم واتحاد برج العامري من رابطات الجهوية في الدور المقبل. المدافع الدولي والمحترف بنادي كايزري سبور التركي أيمن عبد النور ضيف الأحد الرياضي. مرحبا بكم. إذا نرحب بالضيوف اليوم معنا، نبدأ كالعادة سي عمار السويح. مرحبا. مرحبا بك رجاء، مرحبا بالحضور، مرحبا بالسادة المشاهدين. سعداء ايضا اليوم ان يكونوا معنا زوز من ابرز المدربين التونسيين في البطوله اثناء. جلال قادري مدرب الملعب التونسي، مرحبا. مرحبا رجاء، وان شاء الله عام مبروك عليك وعلى كل الامه التونسيه. سي شاكر مفتاح مدرب مستقبل سليمان، مرحبا سي شاكر. مرحبا، مرحبا بك رجاء، مرحبا بكافه المشاهدين، وان شاء الله سنه اداريه مباركه على جميع التونسيين والرياضيين بصفه خاصه. أيضا وكما قلت لكم باش يكون ضيفنا اليوم المدافع الدولي المحترف بالبطولة التركية أيمن عبد النور. مرحبا أيمن. مرحبا رجاء، مرحبا بالأصدقاء، إن شاء الله عام مبروك عليكم إن شاء الله. وزميلنا القدير عبد الباقي بن مسعود كالعادة، مرحبا، شرفتنا مرة أخرى في الأحد الرياضي. شرف لي أنا، مرحبا بالحضور الكل، مرحبا بالمشاهدين، وإن شاء الله 2020 سنة التألق لتونس. البداية في الحقيقة باش تكون بلقطة الأسبوع، اللقطة الحق ماهيش لقطة حلوة ولكن يجب أن نتحدث عنها، هي تهم رياضة البلانش فوال الألواح الشراعية، ومع الأسف عندنا رياضي وهو لاعب المنتخب لاعب دولي أحرق بالبلانش فوال نتاعو من ليبيا، وصل حتى البانتليرية حوالي 70، هاي الصور أمامكم، حوالي 70 كيلومتر 76 بالضبط من الكابون، هو خرج من قليبيا أحرق بالبلانشافوال نتاعو، مخاطرة كبيرة، تحدي للبحر، شيء مؤسف، معناه أنه رياضي ناجح يحرق بالطريقة هذه، طقس خايب، البحر هايج، ما نعرفش، ما عنديش تعليق. أنا تمنيتك يا حمزة، هو اسمه حمزة الوراسي، تمنيتك تخمم في حرقة أمك قبل ما تحرق أنت الإيطاليا، رغم أنك كنت رياضي بارز. كلمة عبد الباقي على هذه، مش أول مرة، هي ديجا يمكن خمسة شهور التالي كانوا حرقوا زادة هكا زوز من قليبيا رياضيين. ما كانوش بالبلانش فوال، الأخرين كانوا تقنية أخرى. هذا شوف، هو اللي عملوا السيد هذا بطل، هذا هو غير قانوني صحيح، وما نشجعوش عليه، هذا صحيح، ولكن زاد في نفس الوقت نفهموا علاش عملوا، وشكون المسؤول باش الشباب نتاعنا قاعد يعمل في الامور هذه الكل. معناها هذا بطل، وانا ناكد لك انه بطل مقهور وشاعر بالتجاهل. هما تو لي فوتبولور قاعدين شاعرين بالتجاهل، خلي بطل نتاع بلونش فوال. معناها هنا ما هي الا انذار و لفت نظر للمسؤولين في اعلى مستوى باش يتلفتوا للشباب هذا اللي قاعد هو يتحرق، مش قاعد يحرق في جميع المجالات. عندنا برشا شبان، السيد هذا لو كان يفيقوا به طلاين كوم الفو يعملوا منه بطل عالمي، ولي بطل غادي يعملوا منه بطل عالمي. معناه كيف يقولوا 70 كيلومتر بالبلونش فوال، شوف البوتنسيال اللي عنده السيد هذا، شوف الثروه هذه اللي خليناها احنا توصل الى درجه ياس، لدرجة انه يخاطر بنفسه ويعمل العملية. ايه، ومن بعد كمل البقية عمان، هو كمل عمان. معناها الفو فوالا الفو معناها الفو تريتي سيتياسيون هذه اوترومون، معناها يلزمنا نحاولوا نتعاملوا معاها بشكل ايجابي اكثر من نتعاملوا معاها ونقفوا عند حد انه حارق وحراق وقف وما نعرف شنو وكذا. يا خويا بالنسبة لي انا سيفري غلط قانونيا، ولكنه يبقى بطل
عمل لي رقم قياسي. هو الحمد لله يوصل سلامات الساعة معناها كان الحمد لله الحمد لله. أنا قلبي مع عائلته بصراحة. عائلته مع والديه هو كلم بوه. شوف هو شبالي كانوا ما باعش عائلته دوب ما وصل أول حاجة عملها كلم بوه. قال له راني كذا وأني وصلت لاباس. أنا هو بيدو قلبه على عائلته وربما هو عمل العملة هذه على جيل عائلته. أسفوار عائلته شنو الوضع اللي هي فيه؟ العمله اللي عملها بربي ماشي للمجهول. مانيش نشجع فيها اللي قلت لك من الاول ما احنا ما نشجعوش على تجاوز القانون. ولكن في نفس الوقت ننبهوا المسؤولين الى انه شباب تونس قاعد يحترق ويضيع بسبب اهماله، لان ما احناش قاعدين ناثروا في الشباب ولاهين به بالشكل اللي يستحق الشباب هذا. بقيت التفاصيل وبقيت الموضوع هذا وباش يكون رئيس النادي ضيف زميلتنا ثريا المجبي في برنامجها نهار 3 ان شاء الله تشوفوا اكثر تفاصيل على الوطنيه 2 في سبور بلس. قبل ما نبدا في الحقيقه المباريات وخاصه الكلاسيكو اللي تستناو فيه ما نجمش شهر جان فيه الحقيقه احنا فقدنا فيه برشا برشا رياضيين مع الاسف شهر حزين للرياضه التونسيه، ولكن ايضا احنا وباش نحكيو من بعد عليهم، ولكن احنا زاده في مؤسسه الاذاعه والتلفزه التونسيه عندنا ذكرى اليمه، الذكرى الثانيه لوفاه زميلنا عبد الخالق السعد رئيس مصلحة الرياضة سابقا وزميلنا في الأحد الرياضي والصحفي القدير عمين ملي غادرنا فجأة عبد الخالق لهنا نشوفوا آخر روبورتاج خدمه تغطيته لقرعة كأس العالم بروسيا لهنا، معنى هذا آخر عمل قام به، موت فجئي فقدناه بصراحة في مؤسسة التلفزة. الله يرحمه ويصبر عائلته مرة أخرى ويصبرنا أحنا اللي أحنا قاعد في قلوبنا عبد الخالق وما نسيناهش بالكل بالكل كإعلاميين رياضيين. أيضا نحب ننسى زادة أنه فارقنا أيضا الصحفي الكبير جمال الكرماوي والرياضي بالملعب التونسي جلال جمال الكرماوي أكيد تعرفوا، الله يرحمهم ويصبر عائلاتهم. وبعد أيضا مش نحكيه على الرياضيين اللي فارقونا في هذا الشهر. البداية قلت إذن باش تكون بالمباريات المتأخرة، البداية بالكلاسيكو مباراة متأخرة لحساب الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. وقبل ما نمشي للماتش هذايا نسيت عنا السونداج الجمعة هذه باش يكون على أجمل الأهداف باش نعديه لكم. فريق إعداد الأحد الرياضي وكل زملاء بقسم الرياضة اختاروا تقريبا حوالي 20 هدف من أجمل الأهداف اللي شفناهم في طوال سنة 2019 باش نشوفوا الأهداف مع بعضنا، ومن هنا الغدوة في الصفحة نتاع الأحد الرياضي باش تختاروا أفضل هدف وجمعة جاية باش نعلنوا على أحسن هدف لسنة 2019. نشوفوا الأهداف مع حمودة بن سليم. أكثر من لاعب سجلوا أهداف مميزة خلال سنة 2019، كل بونتو ينسيك في الثاني على مستوى الجمالية، أهداف تأكد وأنه على عكس ما يقال بطولتنا فيها مهاجمين ممتازين.
هما 20 من ابرز اهداف 2019. خليني ناخذ رايكم في كلمه، نبدا بك انت، نبدا بالجوار. اسمي بوت السياباني انديفيديوالمون كان دريب الجوار وبعد حطها له في اللونج الاخر. بوبكر تراوري بوبكر تراوري في برشا صنعة. عبد الباقي نذير القريشي سي اس اس، برشا تكنيك في استقبال الكره والتصويب، طريقه التصويب كره صعيبه برشا. اوكي سي عمار. جاني عبد السلام استقبل الملعب الجابس، ملعب الجابس ديفياسيون براس ولا بريمير انتونسيون، كره فيلي جارديان في جي ان سورتوش دبار كله تعمل. فوالا جلال. انا عماد المنياوي، هدف ممتاز جدا على خاطر لورينتاسيون في ساعه تعبدنو، بريز دانفورماسيون شاف الحارس كيفاش متقدم، وريوسيت في الجست تكنيك. واضح سي شاكر. عماد المنياوي ضد اتحاد المنستير. هدف جمع بين الحركه الفنيه، تبديل الوجهه، ثم التركيز في التصويب، الكره كانت معناتها في المكان المناسب. الجمعة الجاية تو نعرفوا اختيار الجماهير ومتابعي الأحد الرياضي في السونداج على الصفحة الخاصة. نمشيو مباشرة، قلت للكلاسيكو بين النجم الساحلي والنادي الإفريقي في ملعب بوعلي لحوار النجم من أجل تفادي الهزيمة الرابعة التوالي، والنادي الإفريقي من أجل مواصلة السلسلة الإيجابية، مع الزملاء أنيس موسى، أمير الزيتوني، نضال عروة وعلي الحراثي. كلاسيكو 125 بين ليتوال والسيا، وبعد أخذ ورد الماتش يتلعب في ملعب حمام سوسة مع اكتفاء ب 1500 محب من جمهور ليتوال. والله لابونمون حل زادة صحيح، أما مش الناس كل تنجم تاخذه لابونمون 150 ألف زادة مش شوية. كو إن شاء الله استاد يحضر وبرا، وإن شاء الله ليتوال ترجع أقوى من قبل، وإن شاء الله ليتوال ديما بخير. ما زادة يلزمنا نعاونوا الجمعية، نعاونوا الجمعية أخويا باش نخلصوا ياسين شيخاوي ب 93 مليون، ونخلصوا برشا جواريات يخلصوا في 100 وفي 80 مليون، معناها يلزمنا نعاونوهم، خاطر مثلا فما جوارات مسكنات ما عندهمش باش يخلصوا كريم باش يخلصوا، احنا يلزمنا نخدموا نكلتوا ونقوموا السبعه نتاع الصباح باش نخدموا باش نشريوا تساكر باش نخلصوا الجوارات هذوك. هيئة النجم ما تنساش لعبها وتقوم بتكريم ساحر ليتوال فلايكو لطفي لحسوم. عطا برشا للنجم وملاعبي ما خذاش من النجم. وبحنا نحبوه، أنا عشت معاك كمحب. عملية ممتازة برشا، يستحق باش نفرحوا وفرحنا بالقدام، إن شاء الله القادم خير باش تفكروا بلاعبية الكل إن شاء الله. 4 جانفي تاريخ المباراة، تزامن مع ذكرى وفاة لاعب الإفريقي لسعد الورتاني، وزقوا ديما في القلب. الله يرحمه لسعد الورتاني اللي هو أخويا، واحد من أرجل ومن أفضل اللاعبية اللي عاشرتهم، لعب معايا في ساتونيزيان بعد جا النادي الإفريقي. كان سي لسعد قبيلة معنا في الرينيو، واحد عينيه زغلت بدموع، ربي يرحمه لسعد، ربي يرحم الهادي برخيصة. ذكرى فوات خونا وصاحبنا لسعد، الله يرحمه ويصبر عائلته، يضر لي الناس اللي تعرفه من قريب ومن بعيد، الناس كل تحبه. تعادل في كلاسيكو حضر فيه برشا اندفاع بدني في حالة ميدان ما كانش صالحة للعب لكرة القدم، وأثرت على عطاء زوز فرق. نول عدد 39 فيه برشا نقاط مشتركة بين الإتوال والسيا. لسعد الدريدي مقام كان زوز تغييرات بعودة بالخيثر والذوادي في انتظار تأهيل صابر خليفة وغازي عبد الرزاق مع المحافظة على نفس الرسم التكتيكي. سيرتو صابر غازي سيفالي مازال عنده سيمانه الاولى معنا، حتى كان جا كاليفيه ما نصورش باش يبدا معنا خاطر مازال عمل معنا تروسيونس، مي صابر تعرف صابر عنده سي موا معنا، دونك نتصور سيرتو صابر كي ينجم يعاون. في الجهه المقابله غاريدو مازال يبحث عن التركيبه والرسم التكتيكي المناسب بعد ما غير 7 لاعبين شملت جميع الخطوط واللعب 4 مدافعين فورماسيون عرفت دخول البديري بليغي بالحاج محمود بن عمر مساكني بالعربي، والملتحق حديثا المهاجم الايفواري سليمان كوليبالي. 2 جانفي حل الماركاتو، دونك باش تمكننا من تاهيله في 24 ساعه. مشكور الكتب العام الحقيقه والكتابه العامه نتاع ليتوال على المجهودات اللي قمنا بهم. اليوم اللاعب مؤهل ان شاء الله باش يكون موجود في التشكيله الاساسيه. لو بلوز امبورتون كونو يعطي الاضافه اليوم ونلقاو حلول اضافيه لخط الهجوم نتاعنا. كل شوط مع الدقيقه الاولى حضر فيه حدث هام في الماتش. الكلوب مع ضربه البدايه وسام يحيى قريب من البونتو بعد ما صوب والبديري يحط الكره في الركنيه. الذوادي في التنفيذ والبوركيني باسيرو كامباوري يتفادى محاصره بن عمر ويسجل الهدف الاول في 55 ثانيه. اول هدف لباسيرو في اول كلاسيكو ليه، وكامباوري يصعد رصيده لست اهداف في البطوله. هدف مع أول دقيقة بعثر أوراق زملاء جمل اللي قبلوا الهدف الثاني بنفس الطريقة من ركنية مع 5 دقائق لعب عن طريق غازي العيادي، لكن هدف ملغى بعد إشارة المساعد الأول فوزي جريدي لوضعية التسلل.
بعد بدايه كارثيه للنجم، زملاء المساكني يدخلوا في الماتش مع ربع ساعه لعب. بالحاج محمود يوزع ومقصيه ممتازه من كوليبالي في دينتخي. الكلوب وبعد ما عرفش يستغل لي مومون فور نتاعو يرجع لمناطقه ويقبل الضغط، وبعد كوره من العريبي وتخيل يتصدى البونت وجي مع 32 دقيقه لعب. كوره تبدا من بالحاج محمود اللي بالعربي اللي خرج العريبي الجزائري يصوب، ترجع متخيلي والمساكني في المتابعه، والبقيه هدف في التعادل 1-1، وإيهاب يكسر الكلين شيت للتخيلي اللي يقبل هدف بعد 722 دقيقه لعب. مع بداية الشوط الثاني غاريدو يقحم داروين وبوغطاس مكان بالعربي وجمال المصاب، وفي أول دقيقة حدث هام في المقابلة، الإنذار الثاني للذوادي ساوى الورقة الحمراء. فما حاجات راه ما تنجمش 5-0 في ميتون، ما تنجمش تقول لي فما شيء والنية مش مبيتة، فهمت؟ أنا ميم با كرة ضربت في يدي، دقيقة دوزيام ميتون عاود يعطيني صفرة، حتى لو كان ضربت في يدي ما يعطينيش صفرة، ويدي لاصقة. نقص عددي وليتوال تضغط، وعلى غير الشوط الأول إلغاء هدف للإفريقي، هالمرة بونتو للنجم عن طريق العريبي، ونفس المساعد الأول فوزي جريدي يلغي الهدف للتسلل. بتقدم الوقت النجم يسيطر، ضغط قوي بصعود البريغي وبين والناس، إمدادات المساكني لكوليبالي ومحاولات داروين، لكن هجوم لطوال اصطدم بدفاع متماسك وحضور ذهني كبير للتخيل. في شوط من 45 دقيقة مرينا فيه تقريبا كان 15 دقيقة لعب فعلا، ورغم ذلك الهدف الثاني كان ينجم يجي في أي لحظة ومن كل فريق. الكلوب قريب من الهدف بعد مخالفة من العيادي وانفراد الخفيفي، والنجم دقيقتين قبل النهاية كرة كوليبالي الرأسية الجزيري يتصدى لها في مكان التخيلي ويمنع الهدف. من اكتشافات الكلاسيكو واللي غالبا ما تكون انطلاق أي لاعب في الماتشوات الكبار، زوز لاعبين يلعبوا بالصدفة في نفس المركز في وسط ميدان دفاع، خليل قصاب من الإفريقي اللي قاعد يأكد مع بداية الموسم، ومحمد بالحاج محمود من النجم لاعب النخبة اللي في ثاني مباراة كأساسي قدم مردود ممتاز ونجح مع بن عمور في وسط الميدان. واحد قاعد يخدم على روحه وما جاي شيء بالسهل، الكل بالخدمة، واحد مازال معناتها حوت سقيه في القاعة، مازالت خدمة كبيرة السنة فيه، يخدم على روحه وإن شاء الله قدم أفضل معنا. النقطة السوداء في اللقاء التحكيم اللي كان محل عدم رضا من الفريقين. الحكم وليد الجريدي في أول ماتش في البطولة عرف احتجاج من لاعبي الإفريقي في نهاية الشوط الأول ونهاية الشوط الثاني من لاعبي الإطوال اللي حسب تقديرهم عدم احتساب الوقت الضائع، خاصة أمام توقف اللعب. بعد 10 كلاسيكوات التعادل يحضر، الكلوب يكتفي بنقطة ويبقى المهم أن الكونتور يدور، والأهم الإفريقي نسخة لسعد الدريدي 8 جولات دون هزيمة. الشوط الأول كنا معناها متوازنين، الشوط الثاني بخروج زهير ذوادي مع منافس اللي معناها مطالب بالانتصار على أرضية ميدانه، 5 ملعبية افيرتي في الشوط الأول معناها حتى في مخاخ الملعبية ولا كل واحد خايف من الدوزيام افيرتيسمون، نخرجوا بنتيجة تعادل من ملعب صعيب كما ملعب معناها حمام سوسة في ديبلاسمون صعيب ضد منافس معناها كبير كما النجم الساحلي، ظهر لي نقطة معناها إيجابية. في الجهة المقابلة لطوال نسخة غاريدو 4 ماتشات متتالية دون فوز بين بطولة وشامبيونز ليج، نقطة من 9 نقاط في البطولة مع تضيع 7 نقاط كمضيف، والسؤال شنو اللي مش ماشي في الإطوال رغم قيمة الأسماء للزاد البشري للنجم اللي في 8 شهور التالي كانت في أوج العطاء. مش ماشي معنا البريود هذية، يزمنا نتحمله، يزمنا نخدمه، يزمنا نضحي وأكثر، يزمنا نحطه في مخاخنا الفيكتوار، ما عنا حتى حل آخر، يزمنا العباد الكل نتوحده كسوة إدارة جوارات جمهور، ان شاء الله الماتش والجين نجيبوا 3 بوان ان شاء الله ربي معنا ان شاء الله. الله غالب كيما شفتوا الماتش سيطرنا على المقابله، وين الله غالب ما كتبناش ربي اليوم نفوزوا، هذه كاتريا ماتش ما فزناش فيها، ان شاء الله نزيدوا نخدموا بوكو بلوس في زونطريمون ان شاء الله باش نعودوا لسكه الانتصارات ان شاء الله. خلينا نبدأ ونحكي شوية على الكلاسيكو قبل ما نمشي معك انت سي عمار واللقطات اللي اخترتهم من جلال. معك انت الكلاسيكو أكيد تفرجت فيه البارح، نجم نقوله أوفى بوعوده؟ والله أوفى بوعوده سمعة الفريقين، يظهر لي لا من الناحية الفنية ثم زوز ملاحظات مهمين، كونه مرة أخرى رجعنا نلقاو روحنا في كل مرة مجبورين باش نحكيو على الليتان تاع الانفراستركتور في تونس. بالضبط حرام باش ماتش كيف من هكا دوز ادفيرسير معناتها بالكاليبر هذا ونشوفوا مقابلة في ملعب بالطريقة هذه، يظهر لي كان هانديكاب كبير من الناحيه الفنيه لدوز ايكيب، نعرفوا اللي عندهم امكانيات فنيه كبيره، سواء
ليتوال ولا الكلوب افريكان عندهم الامكانيات الفنيه الفرديه والجماعيه اللي خلينا نشوفوا ماتش افضل من هك. لكن شخصيا ما نجمش نلومهم برشا على خاطر ليتا نتاع البلوز كانت هانديكاب كبير لي دوز ايكيب. دونك هذه الملاحظه الاولى اللي خلات الماتش حتى وقت لي تكنيكمون ولا تكتيكمون لي دوز ايكيب يحبوا يتعداو معناتها الريتم سوبيريور كان العامل الملعب يقلقهم برشا. العامل الثاني يظهر لي ماتش عطانا بالضبط صوره للوضعيه نتاع زوز فرق خاصه لونتام نتاع الماتش. فريق النادي الافريقي في وضعيه ممتازه جدا على مستوى الاستقرار الفني على مستوى الاستقرار الذهني في معناتها سيك الخرق العاده. الكلوب يظهر لي سنه تعمل في سيزون اكسبسيونال على كل المستويات نحكي على الاقل على المستوى الرياضي نعرفوا المشاكل اللي صاير على المستوى المادي. لكن النادي الافريقي اكثر فريق يعتبر مستقر يحقق في نتائج ممتازه ويظهر لي نتائج معناتها اكبر دليل وقت تشوف فريق احنا كديزونترينور وقت نعملوا ليفالواسيون تاع اون ايكيب في 12 ماتش الكلوب تو مازال ناقصها ماتش على نهايه الفتره الاولى قابل زوز بونتو برك تقريبا افضل خط هجوم يعطيك دي سيني ليكيب هذه في ستابيليتي كبيره. وشفت حتى في التقرير نتاعكم تقريب لسعد الدريدي والنادي الافريقي معدل التغييرات ما بين مباراه ومباراه ما يتجاوزش تغيير اثنين وعاده ما يكونوا اضطراريين يعني ليكيب لقات التوازن تاعها عكس النجم الرياضي الساحلي بالضبط اللي مر بفتره تاع عدم استقرار بدات اداري صار تغيير على المستوى الفني ما يلزمش زاد نكونوا قاسيين حتى على المدرب. مدرب لا يعرف الشامبيونات لا يعرف الملعبيه لا يعرف ليتوال دونك سي توت في نورمال قاعد يتعامل مع المباريات وكانهم ما نقولش مباريات وديه لكن يكتشف الزاد البشري نتاعو لي شانجمون مهما كان. احنا حتى في مباريات وديه وقت اللي باش تعمل تغيير نتاع خمسه وسته لاعبين في ظرف اربع وخمسه ايام يرزنوا على الفريق. النجم الرياضي الساحلي فنيا عنده بعض المشاكل في الاستقرار اكيد كونه تتالي الجولات ممكن نشوفوه في وجه افضل لكن نعتبرها مباراه كانت متوسطه من الناحيه الفنيه نظرا لقيمه الزوز فرق. سي شاكر شوف المباراه نجم نقولوا الافريقي اضاع الانتصار في الشوط الاول والنجم الساحلي اضاع الانتصار في نهايه المباراه. هي المباراه بصراحه ما ارتقتش المستوى اللي يليق بالفريقين. اول شيء كما قال سي جلال تو على حاله الميدان اثنين النادي الافريقي بدا المباراه معناتها كما احسن ما يكون سجل هدف ثم بعد سجل هدف ثاني معناتها ملغى لكن ما نعرفش يظهر لي الهدف الصحيح. لما كان النادي الافريقي يلعب معناتها بالعدد الكامل معناتها من اللاعبين في الشوط الثاني اصبح النادي الافريقي يلعب منقوص من اللعب في ظل مع التفوق العددي للنجم الساحلي كانت ثم سيطره نوعا ما وسيطره عقيمه لانه صراحه النجم الساحلي معناتها نقطه استفهام عدم استقرار على مستوى التشكيله الرسميه عدم استقرار على مستوى حراسه المرمى عدم استقرار حتى على مستوى الخطط الفنيه مرنا بثلاثه لاعبين في المحور مره باثنين مره مهاجم مره باثنين عدم الاستقرار هذا لحد معناتها توفى اليوم اخر جوله في البطوله فريق مازال يبحث على الاليات اللي باش يخدم عليها خليته ما لقاش الحلول حتى الحلول في الشوط الثاني كانت تغلب شيء اما تكون حلول فرديه او كرات عرضيه معناتها اللي ما شكلتش خطوره كبيره على النادي الافريقي. ورغم هذا النادي الافريقي كان ينجم يرجع في المباراه رغم النقص العددي اللي كان عليه هذا نظرا للاستقرار كما كان زاد كان يقول خويا جلال الاستقرار على مستوى الفني للنادي الافريقي من اول الموسم خاصة معناتها الدفاع نتاعو كان يمكن احسن خط دفاع من ناحية المردود من ناحية ستاتيستيك دونك كانت مباراة نورمالمون تكون احسن لو كان النادي الافريقي كمل يلعب معناتها بنفس العدد من اللاعبين معناتها في الشوط الثاني. باغ كونتخ معاك انت علاش النجم الساحلي ما استغلش النقص العددي اللي يحكي عليه وما لقاش جريده الحلول لاختراق الدفاع الافريقي. اني كنت حاولت للملعب باش نتفرج على ليتوال اول 10 دقائق ليتوال ما دخلوش بالكدا جا في التيران اللي خاطر ليتوال سي اون ايكيب تكنيك عندها برشا ملاعبيه معناها كي يشدوا الكره. اوكي مالوغوزمون ياسين شيخاوي غاب على البليسور على خاطر عنده ضربه لكن ياسين برشا لكن غيابات. ياسين هو الملاعب اللي يعطي كونفيونس للليكيب فهمتي يبدا في التيران ينجم يلعب اصحابه وكل شيء وحتى الليكيب تبدا الجوارات تبدا عندهم كونفيونس اكثر كيبدا هو موجود اون بليس هو قائد فريق بالضبط. لكن اول حاجه ليتوال هي اون ايكيب تكنيك عندها اونترونور اسبانيول
يحب لي اسبانيول الكل يحبوا يلعبوا كره اللوطه ويحبوا يخرجوا بها من الديفونس باش تخرج بشويه بشويه حتى لين توصل للمهاجم. في تيرانيت كيف هذوما في تونس سي امبوسيبل تجب تعدى الاطوال مع ما نقولش مع لونترونور هذا لكن بالتخمام هذا وبالفكره هذه ما تنجموش. البارح مشيت الحقيقه للتيران يعني نجي نتفرج ديما في الاطوال يعني كي نمشي نطلع ساعات الرادس ولا نمشي للسوسه سافا فهمني، لكن في تيران كيما حمام سوسه ولا كيما تيرانات اخرين في تونس اللي الانفراستكتور فريمون يلزمها تتبدل كومبليتمون على خاطر هكا ما تنجمش حتى تجيب دي جوغ معناها دي ستار معناها على مستوى عالي ما عادش ما ينجموش يعطشوك الاضافه لهنا. ونقول زايد اني نخسروا في برشا فلوس ونجيبوا في جوارات من برا باش تلعب في تيرانات كيف نذوقهم على خاطر ما يعطشوك حتى شيء، تولي تطلع جوار من الاسبوار تلعب وتصبر عليه شويه خير ما تشري جوار عنده لي كاليتي ترا في يلعب مثلا في فرنسا ولا ما نعرفش وين خاطر يجي لهنا راهو ما يعطيك حتى شيء. هذه حاجه. فعلى المستوى الفني شفت ليتوال معناها اللي تجيب بخومي مينوت عملوا اون تام ياسر خايب، لكن من بعد خذيت الكوره لعبت تقدمت شويه لماركينا وروزمون معناها ماركينا في الاخر في اخر برمير ميتون وكانت النتيجه 1-1 في ديزيميتون خرجوا لهم واحد ورقه حمراء ومن بعد شدت ليتوال عملت فرص كانت نجم تربح وما استغلوش النقص العددي للنادي الافريقي وجلوبالمون ليتوال ما عملتش ماتش خايب عملت ماتش محترم جدا والنتيجه في الاخر عادله وكا 1-1 دو غوند ايكيب يعطيهم الصحة وإن شاء الله إن شاء الله القادم أفضل. سي عمار قبل ما نمشيو للقطات اللي اخترتهم كلمة على الإيفواري كوليبالي في أول ظهور ليه. في أول ظهور ليه ما نجمش نعطي يعني رأي قطعي معناها كظهور أول في أول مباراة، لكن نتصور يمكن يحب يلعب في العمق أكثر من الأطراف. الإمكانيات الفنية موجودة لكن صعب معناها باش نحكم عليه من أول مباراة معناها يقدمها نظرا لبعض الحركات بعض التصرفات شفتها في الملعب. لازم تكون هما نجموا يعرفوا أكثر مني نجموا يعملوا الكاستينج نتاعو تبعوه، لكن على مباراة ما نجمش نحكم على اللاعب هذا خاصة ملاعب ناقص كومبيتيسيون معناها عنده يعني ناقص كومبيتيسيون وحتى التأقلم في الدوري نتاعنا ما هو سهل والوضعية اللي فيها النجم الرياضي الساحلي إلى عدة معطيات والقاع الأرضية تبارك الله خليه معناها الوقت هو اللي باش يكون كفيل ويحكم على الانتداب هذا. بنشوف شنو من اللقطات قبل اللقطات بالطبيعة نعطي بسطة على المباراة وعلى الخيارات اللي خذيتها في اللقطات اللي عملتهم. يعني بالطبيعة مباراة مثل هذه في أرضية ملعب مثل هذه تخلي يعني مانيش نعاود باش نوصل خاصة ال 20 دقيقة اللي شفناها أو المردود قبل ما نعديو الصور المردود اللي شفناه أرضية كيف هذه ما تخلي كان فما اندفاع أخطاء على مستوى المهارات تخلي دورها معناها اندفاع بدني تخلي دورها معناها الجانب خلينا نقوله الدفاعي المهارات الدفاعية الفردية هي اللي تغاط على المهارات يعني الفنية الفردية يعني تقطعات في اللعب ما فماش نسق خاصة على مستوى ال 20 دقيقة الأولى اندفاع مفرط فيه ثم تشنج نرفزة في بداية مباراة خاصة لاعبين النجم الساحلي ولات ثم جدالات وحوارات كثيرة مع 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 الحكم خلى المباراة ترتقي إلى التنسيون ماناش في حاجة لها واللي خلات معناها ما فماش مستوى لباس به إلا أنه البداية القوية متاع النادي الإفريقي والنجاح في بداية التهديف ثم بشوية بشوية واضحة معنا الخطط متاع الفريقين الاثنين فريق مش يلعب على الاستحواذ وفريق مجهز نفسه في بعض الأحيان ضغط عالي في بعض الأحيان يخلي الكونسيرفاسيون نجم الساحلي كرة ثانية وطويلة على بصيره واستغلال المساحات. دونك بعد شوفوا معنا الاختيار اللي حبيت نعمله هو طريقة الدفاع المكثف هذا اللي استعملوا فيه الفرق متاعنا الكل. في بعض الأحيان ثم شكون يحب يستعمل معنا اللاعبين الرواق الاثنين جوار كولوار يرجعهم مع المدافعين يعني للدفاع ويصيروا يلعبوا كانهم خمسة مدافعين. أنا بطبيعتي نحبت باش يكونوا دولين دو كاتر يعني واضحين أكثر تتطلب أكثر معناها ذكاء في اللعب أقل مجهود فبشوفوا يعني الوضعيات هذه ومانيش نحكي عن المساحة لأنه استعمل الاستحواذ باش ركز كان على الطريقة الدفاعية متاع النادي الأفريقي. دونك شوفوا العملية الأولى اللي خذان أنا خير نادي أفريقي باش يرجع الميدان متاعه. دونك نشوفوا انا اللي شد انتباهي هو الخط الامامي هذا تاع النادي الافريقي ما كانش يعني اجريسيف على مستوى افتك الكوره وعلى مستوى التمرد يعني في الواحد ضد واحد في بعض الاحيان يخسر كرات بسهوله على مستوى الضغط ما كانش معناها اجريسيف فما برشا فخلى برشا حريه للاعبين النجم الساحلي في اللعب. شفنا معناها المرور هذا كان سهل لما تكون على حامل عنده كوره حامل كوره خليه له مساحه خليه يشوف الحلول يعني براحه
ما فماش ضغط على حامل الكرة شارس، الحمل الكل هزوا معناها الخلف الخط الخلفي نتاع الدفاع والحارس، إذا كان ثم معناها ضغوطات المساحة في التمركز كيف كيف مساحة فاضية كانت نجم تدخل كرات في الجهة هذيك، ولو ما يصيرش فيها هدف ولقطة ما تباش، لكن نحب نعطي صورة واضحة على مستوى التنظيم الدفاعي. شفنا نورمالمون نكونوا أربع خطوط وأربع لاعبين زوج خطوط بأربعة واضحين، وسام يستنى ربما في المحور الاخر، لكن شفنا المساحه اللي موجوده بين حامل الكوره بكل راحه ياخذوا كورتهم يلقاوا الحلول ويعملوا توزيعات اللي يحبوا عليها. هنا جاء من بعيد العريبي ودخيلي انقذ الموقف، دونك ركزت على المساحه الفارغه والتمركز نتاع شماخي. في نفس السياق هنا تاثر النادي الافريقي معناها بخروج معناها الذوادي، اصبح واضحين هنا دولين دوكاتر واضحين، الا انه يعني يتراجع برشا الخلف ويخلي معناها فريق النجم الساحلي يرجع في وقت اللي القاعده تقول اون دو ديفوند اون افونسون، معناها نضغط على حامل الكوره ما نخليش يشوف الحلول، والدفاع الخلفي هو اللي يحاول يقرب المساحات وما يخليش معناها الخصم يتصرف كيف ما يحب. فما كانش اجريسيف معناها على مستوى الافتكاك، على مستوى معناها الضغط التمركز جيد، على هنا الزوز فلاشات هنا معناها اللاعبين الاثنين هذوما العقربي واللي قدامه الخفيفي المفروض يكون عنده توجه اللي عنده الكوره واللي في ظهره باش يشوف شكون في ظهره حتى يلقى معناها الحلول ويكون في التايمينج الصحيح عند حامل الكوره. في نفس الوقت نشوفه هنا في المساحه هذيك هنا لانه العقربي هو اللي قال الخفيفي لا ارجع لهنا، يعني العمليه هذه في وقت اللي لو الخفيفي قعد في المساحه اللي في الوسط الاثنين عندهم المجال باش يوصلوا الكره لعند جنب، عندهم التوقيت اللازم باش يوصل الكره لعند جنب، المهم نحميو العمق نتاع الملعب، ما لازمش كره تدخل يعني في العمق نتاع الملعب مباشره للحارس. فشفنا هنا اللي معنا على المستوى هذا ما فماش اجريسيفيتي على مستوى الضغط على حامل الكره في خاصه نتاع البريمير ليني، هذاك الشيء اللي خلى لا دوزيام ليني تاع النادي الافريقي هي اللي هزت حمل معنا المباراه، مع انه معناها استحضر نتيجه المباراه في ظل النقص العددي وقام بمباراه يعني بطوليه على مستوى الاندفاع على مستوى التمركز على مستوى الافتكاك، لكن في بعض الاحيان فيه النزعه هذه على مستوى، وهي عاده ما نلقاها في جل اللاعبين المهاريين اللي موجودين في الدوري نتاعنا خاصه اللي يلعبوا على الاطراف تلقى عندهم صعوبات في الرجوع في قراءه اللعب. فبطبيعه الحال الرجوع نتاع اللاعبين الاثنين راهو موجود ومطلوب، لكن انا حب لما نكون نلعب بزوز مهاجمين حتى يبداو عندي دوز ابوي وتصير لي ترانزيسيون تاعي معناها صحيحه بالبدا، لما نصير نلعب مهاجم واحد صعب شويه باش نزيد نرجع لكسونتري دروا ولكسونتري غوش، لانه في ظرف ما مازال 20 25 دقيقه باش يخرجوا وما نلقاوش لي ترانزيسيون تاعنا البلان الثاني الهجومي ما نجموش نلقاه كافضل ما يكون. بنحب نرجع نتحدث على حارس النادي الافريقي عاطف تخيلي اللي رغم الاصابه نتاع عمني وزادته اصرار السنه، وشفنا اللي هو السنه من ابرز الحراس في البطوله وتقريبا في 10 مقابلات ما قبل كان زوز اهداف معناها عنده احسن كلين شيت. حموده بن سليم وسامي بوعزيز ونضال عروه حضروا له بورتري خاص به نتفرج فيه مع بعضنا ثم نرجع نعلقه. من مواليد 4 أفريل 1990 التحق بالإفريقي قادم من جندوبة الرياضية في موسم 2007-2008. أول مقابلة مع فريق باب الجديد كانت في مارس 2010 لتنطلق حكاية عاطف الدخيلي مع البروز والتألق. يساهم الحارس اللي جمع بين الأناقة الرشاقة والشجاعة في حسم أكثر من ديربي وأكثر من كلاسيكو يدخل قلوب أحباء الإفريقي من الباب الكبير. في 31 مارس 2018 يتعرض عاطف الدخيلي لإصابة لا تنسى، إصابة ظنها الأغلبية قد تمثل نهاية مسيرته الكروية. إن شاء الله ما نعاودش نراوها، معناتها ما نحبوش نتمناوش صحتها الجوار ضربة. بعد الضربة فما بيكذب عليك اللي يقول لك مش نرجع ما نرجعش خايف. يا سيسير باش ترجع خايف وترجع فماك الوهجة نقولوا نحن بلغة أخرى، فما الوهجة نتاع الضربة. أنا بيرسونيلمون تضرب ضربة كيفها بالضبط ونعرف شنو معناها، دونك لو مش بالساهل لازم يكون فريمون قلب كاسح باش تنجم يرجع. في ديسمبر 2018 عاطف الدخيلي يعود بل عاد وكأن شيئا لم يكن ليقول للإفريقي بأنه الحب الوحيد لديه. يعود الدخيلي بإصرار كبير للتألق
لينحت اسمه وخاصة في الموسم الحالي كأبرز حارس مرمى في البطولة. الأرقام وحدها تتكلم. عطف الدخيلي حقق أفضل كلين شيت بعشر مقابلات من 12، مقبل إلا زوز أهدافه. الدخيلي حقق أيضا رقم الموسم ب 723 دقيقة على التوالي دون قبول هدف. أرقام تخفي داخلها إصرار من عطف الدخيلي على مواصلة التألق، وشيء من مأتاه لا يستغرب بما أنه ليس إلا التلميذ الحالي لممرنه عادل النفسي صاحب الرقم القياسي في المحافظة على نظافة شباكه ب 1270 دقيقة. عادل يخدم معك في الكاج ويخدم معك نفسانيا ويخدم معك، معناها يحضرك من النواحي الكل. هذيك الحاجة معناها اللي معناها كما نقول اليوم حتى كان ضربة نحات من مخي قراصة عادل، خاطر عرف كيفاش يخرجها لي من راسي. هل انه ترى في عطف الدخيلي توا في الوقت الحاضر هو عادل النفسي قبل؟ والله نشوف فيه خير، خاطر لي بارادي اللي عمل فيها متويكا معناها خاصة الماتش الاخراني معناها حسيته فاتني معناها الحقيقة نتاع ربي، فهمت؟ دونك نتمنى له يزيد يخدم أكثر وإن شاء الله يعمل خير منه. احنا عاد تو نحسبوا له في دي ماتش، برشا دي ماتش ما يجوش كور برشا، مي كل كرة جاته كان حاسم صراحة في كل ماتش. عاد نحسبوا له يعمل باراد ولا اثنين تاع بونتويت. تألق الدخيلي وإبداعاته لم تأتي من باب الصدفة بما أنه من المتيمين بكل من عتوقة وبكر الزيتوني في العالم. بوفون يعجبني سيرتو الريفليكس نتاعو. نلقاو عاطف الدخيلي، بشير بن سعيد، علي الجمل زاده نتاع استاد، كلمه على عاطف الدخيلي. والله انا تبع فيه من اللي كان في ليكيب ناسيونال مع مير كنزاري 2007 أصحيح. كان هو التونسي وقتها دو تري بون غارديان تونسي ضاع ما نعرفش عليه وين، هو توا موجود. عاطف الدخيلي لولا التقطعات اللي عرفتها الكارير نتاعو راهو تو في الدوبل نتاع اللي هو فيه، والتقطعات هذه كان سببها انه كل صراحه نقولوها في اوقات معينه ما لقاش الثقه الكامله في شخصه. قسى عليه الجمهور في برشا محطات، خاصه كي في الاغلاط اللي عملها، لانه في بدايته لازم يغلط الجول باش بعد يجي. لو كان ما صارش الشيء هذا والناس ملي حطته امنت به وشدته، عاطف الدخيلي راهو الدوبل نتاع توا لو انه توا عاطف الدخيلي بارمي لي تروا ميور غارديان اللي عندنا في تونس. نذكر فقط السادة المشاهدين أنه راهو عندنا بعد تقريبا 12 مباراة من الدورة التمهيدي الثاني لكأس تونس، في الأثنين واصلوا مع المباراة الثانية المؤجلة لحساب الجولة الرابعة واللي جمعت الترجي الرياضي بل المستقبل السليماني، لأن المستقبل السليماني هو اللي يستقبل واستقبل في رادس الترجي الرياضي التونسي مباشرة مع هذه المباراة مع الزملاء ربيع بوغانمي، أيمن السخيري، عادل بن عمار، نضال عروة في التركيب. مستقبل سليمان من أجل تأكيد نتائجه الإيجابية الأخيرة كأفضل سلسلة حققها الفريق في ثلاث جولات دون هزيمة، 7 نقاط على مجموعة 9 نقاط ممكنة، يستضيف أفضل خط هجوم في البطولة الترجي الرياضي على أرضية الملعب الأولمبي بيراس. خاطر تيران سليمان ما نجمش يقبل برشا الجمهور هذاك، علاش هكا هو؟ والله ينجم يتفرج روح الشجع هذا اللي ينجم يتفرج مع الوسادة ولا بالله؟ لا وسادة ما يحب يتفرج برشا، واللي يلعب فيه صح مسافش أنا يربح. أنا مع سليمان ومع الترجي ما نكذبش عليك. كيف تقول اليوم؟ أنا هذيك بلادي سليمان وعايش فيها فهمت، وحياتي كاملة في سليمان، والترجي هذيك أمنا. أنا نحب البقلاوة وسليمانية مقسومة على الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي، وفيها زادة الناس اللي تحب الملعب التونسي، وإحنا ناس نحبوا البقلاوة زادة، ولكن قدام سليمان ما فما حتى جمعية قدام سليمان. باش نحكي أبو الواضح، سي حمدي المدب هو صناع كبير في سليمان منذ الزمن ويعاون فينا وتسع وبارك الله فيه، أما راهو في التيران راهو في مواقع أخر، كل جمعية باش تلعب الألوان. مباراة تزامنت مع الذكرى 23 لرحيل فقيد الأسرة التراجية وكرة القدم التونسية المرحوم الهادي بلخيصة، والمباراة توقفت في الدقيقة 5 ورقم 5 لن يمحى من ذاكرة أحباء الأحمر والأصفر.
كل عام معناتها ذكرى معناتها تقعد كانت معناتها لسان جوفي تقعد معناتها ذكرى خايبه شوي بالنسبه للترجي في معناتها حبينا نادي الافريقي حبينا البقلاوه اللي يعرفوا سكاو واهلي خلوات دونك نتمنى معناتها الرحمه وان شاء الله الناس كل معناتها توانسه كل الناس على خير. رابع مباراه للحكم نصر الجويدي في بطوله الموسم الحالي ودقائق اولى ابرز ما ميزها هو الخروج الاضطراري لرائد الفيدع بسبب الاصابه ودخول يوسف العبدل. الترجي في الهجوم المطالبه بضربه جزاء من حسين الربيع ما فما شيء حسب تقدير الحكم نصر الجويد. الفرصه الابرز كانت من جانب مستقبل سليمان بعد عمل كبير للتيجاني اناني سدد كورته تضرب على القائم الايمن لمرمى الحارس رامجدي. الاجابه من جانب الترجي تجي بعد رفع كوره من محمد امين المسكيني وراسيه انيس البدري تصدرها الحارس سيف المحوش. فرصه بفرصه التيجاني اناني يروض يسدد بعيد. هذه مخالفة للترجي رأسية فوسيني كوليبالي جانبي بعدها تغيير ثاني اضطراري مع خروج يوسف العبدلي المصاب ودخول حمد الهود. وشوط أول ينتهي على نتيجة التعادل السلبي. إن السق يرتفع مع انطلاقة الشوط الثاني أولى المحاولات الهجومية كانت لفائدة مستقبل سليمان سرعة محمد علي بن حمودة كادت تحدث الفارق لولا براعة الحارس رامجري. المستقبل كان خطير والترجي كان واقعي. إبراهيم وطرى يوزع أنيس البدري يضرب الكرة بالرأس وباغة الحارس سيف المحويشي في 55 دقيقة لا. ردة فعل مستقبل سليمان كانت سريعة وكانت مسبوقة بتسلل حسب تقدير الحكم المساعد الثاني في العملية اللي كان وراءها الثنائي رامي بوشنيبة ومحمد علي بن حمود. شوط ثاني تحسن فيه الأداء والمردود من الجانبين محمد أمين المسكيني يسدد فوق المرمى. حمد الهوني مع دخوله اعطى اكثر حيويه لخط هجوم الترجي فادي بن شوقي يسدد الامتياز للحارس سيف المحوش. وليد الظاهري وصابر الهمامي زوز تغييرات في تشكيله شاكر مفتاح اعطوا الاضافه وخط هجوم المستقبل بدوره كان خطير على دفاع الترجي. دقائق أخيرة صعبة مخالفة وليد الظهري وزع رأسية عزيز الشتيوي جانبي. الترجي الرياضي ينتصر أمام مستقبل سليمان واحد بليش الأحمر والأصفر دون هزيمة منذ انطلاقة البطولة مع مردود طيب وممتاز لأبناء مستقبل سليمان في بطولة رابطة المحترفة الأولى. عملنا جرامات اليوم قدام كيب كبيرة فرقنا برشا فرص عملنا معناتها نوبل ديكازيون أكثر من الاسبيرونس اليوم معناتها حرام نخرجوا منهزمين على الاقل لان بوان الحمد لله معناتها تخلينا نخدموا باكثر اريحيه ونخدموا معناتها في المستوى هذا. خسرنا ترو بوان ومازلنا باش نخدموا روحنا عندنا رتور حضروره بالباهي وان شاء الله اللي جاي خير. صعبنا على روحنا الماتش كنا نجم نسهلوها على روحنا كان ماركينا من الاول كعودوا رانا بون نحاولوا باش نركزوا الماتش من اول ماتش من الدقيقه الاولى حتى الدقيقه 90 كنا اليوم كيف وقف بالكدا الحاج الحمد لله على الانتصار. الانتصار كما قلت جيش بالساهل فريق محترم جدا اللي اشتر جوريتهم ولاد الترجي يعني يعرفونا بالكدا كاول بليز امبورتون ترو بوان اللي خذيناهم تاعت مازلنا ثلاث ايام تالي عملنا مقابله كبيره ضد الفروان كاو ما خصناش نطلب اكثر من هكا من جوريت. هذايا ديفي عملناه احنا هي المديره نتصوروا نجحنا فيه ايفينمون عرس كبير عندنا برشا عن علاقات كبيره مع الترجي الرياضي وجمعيه كبيره وعام مئويه وكذا باش تبقى للتاريخ هذه مستقبل سليمان ويجهة الترجي الرياضي في ملعب راس. نمشيو للمباراة عبد الباقي. هو نهار 4 جانفي البارح نهار مش يقعد حزين في كرة القدم التونسية فقدنا فيهم زوز ملاعبية كبار بلها وزقو 4 جانفي 97 و 4 جانفي 2013 وي فقدنا فيهم زوز ملاعبية حبيناهم برشا طريقتين مختلفين ربما اللي يخلي الوفاة لهادي برخيصة كانت على الميدان في التيران كانت هو يلعب ملعب زويت هز للسبيطار والماتش كمل لعب معناها الناس كانت عندها امل في انه لاباس معناها حكايه واحد ولكن بعد سمعت انه توفى الاسعد الله يرحمه توفى في اكسيدون بصفه مفاجئه زاد كيف كيف شو نقول لك معناها هذيك
ما تجيب تقول حتى شيء، هذه يموت الله غالب، معناها ربي ما قلناش كيفاش باش نموت ولا وقتاش ولا فين باش نموت، الله يرحمهم الاثنين. ولكن اكيد انه الرياضيين خاصه الرياضيين الزواوله ما نساوهمش، وان شاء الله ان شاء الله المسؤولين خاصه في مستوى شباب قيروان امبليكي في الموضوع هي استاذ تونيزيان مع النادي الافريقي بالنسبه لسعد الورتاني، الترجي الرياضي بالنسبه لجيست اليوم اللي عملوه بالنسبه للترجي جيست مش خايب، ولو انا نشوف انه برخيص يستحق حاجه تخلدوا اون فوا بور توت، ما تقعدش كل عام تعمل في جيست كل مره كيفاش طايش. ثم صاروا تظاهرات بالنسبه لهدي برخيصه، زقو الله يرحمه ولده تو قاعد يلعب قاعد يكور، ان شاء الله ان شاء الله يخلف بوه وان شاء الله يواصل النضال اللي عملوا بوه ان شاء الله، والله يرحمهم الاثنين هذاك هو الله يرحمه ايمن كلمه، هما الاثنين بنسميوهم قلب الاسد، معناها تشوف الجرينت اللي كانت عندهم ما عادش نشوفوها برشا بصراحه في الملاعبيه نتاع تو. بون سعد ان شاء الله يرحمهم وربي يصبر كما نقولوا عائلاتهم، وديما الذكرى هذه باهي كي نذكروهم على خاطر تفرح عائلاتهم برشا. يعني كنت صغير كي توفى الهادي بالرخيصه وما نعرفوش بالكدا، لكن نسمع عليك الخير باش يوريك الكره في الاخر راهي توفى تبقى كان يا العلاقات يا العباد تحكي عليك بالكدا اللي انت كنت متربي واللي انت كنت ولد عائله وكل. الهادي الله يرحمه كيما قلت لك ما نعرفوش شخصيا، لكن ما نسمع عليك الباهي. قال اسعد اللي هو معناها انسان متربي برشا، لعب ضده برشا مرات، انسان متخلق حتى في التيران معناها ديما الكلمه الباهيه، كان يدافع معناها على ماريو الكلوب على الاخر، كان انسان معناها متواضع وملاعبي كبير ومتربي، نجم نقول كان الله يرحمه وباش تقعد ديما في قلوبنا الناس الكل، راك انت ولد تونس مش ولد استاد ولا ولد الكلوب. ايضا ما نساو زاد في نفس التاريخ 4 جان في 2015 فقدنا ايضا رمز من رموز كره القدم المنصف المليتي اللاعب السابق للنادي الصفاقسي وللمنتخب واول مدرب يفوز بكاس افريقي مع السيابي مع النادي البنزرتي بالضبط، كاس هو كان اريير جوش في المنتخب وفي النادي الصفاقسي ومن احسن ما انجت كره القدم التونسيه، عنده ساق يساريه سحريه وكان استاذ عربيه بالفعل استاذ عربيه بالفعل. لو انه في الاخر اختار التدريب وتفرغ للتدريب الله يرحمه زاد توفى وفاه مفاجاه اكسيدونز كيف كيف طاح من الشرفه نتاع الدار نتاعو هو رجل في ريدو حاجه كيما هكا طاح مسكين توفى. ما ننساوش الباكوز زاد نتاع ليتوال ايوه اللي في جانفي زاد توفى الحقيقه ما نعرفش شبيح معناها الله يرحمه كان رير دروا معناها يعمل 66 الف كيف معناها كان ملاعبي ما ثماش واحد ما عشقش الباكوش معناها فهمت، واللي زاد كيف كيف خطفته الموت اكسيدون يحضر في عرس وقتها مسكين يقضي في قضيه العرس وكذا الله يرحمهم الكل. هذيك اراده ربي احنا ما نناقشوهاش، قولوا ان شاء الله مأواهم الجنه الناس كله ان شاء الله. احنا المهم احنا حبينا نتذكروهم وراهم يقعدوا في قلوبنا وما ننساوهمش. نمشي معك انت سي شاكر، ما فماش خير منك انت عاد باش تحكي لنا على ماتش مستقبل سليمان والترجي الرياضي، شنو هي الاهداف اللي حطيتها بصراحه قبل ما تمشي الرادس انت الملاعبيه، مشيت تلعب على الفوز مشيت تلعب على التعادل؟ شوف هي اول حاجه حطينا المباراه في اطارها لاني مباراه بطوله الجوله الرابعه مباراه متاجله لانه بحكم التزامات الترجي الرياضي في الكؤوس الافريقيه. ثاني شيء مباراه من المفروض احنا نستقبلوا الترجي ملعبنا، الظروف عندها علاقه بطاقه الاستيعاب من الملعب، هذا اختيار كان من الصيف معناتها من قبل ما تبدا البطوله من الاداره نتاع النادي راسلت الجامعه على اساس مباراه الترجي الرياضي والنادي الافريقي باش يتلعبوا في رادس لانه طاقه استيعاب الملعب ماهيش كبيره ياسر، وخاصه انه جمهور سليمان تقريبا معناتها الكل ما بين الترجي والنادي الافريقي، ما كانتش الغايه منها ماديه لا بتاتا. دونك خدينا المباراه في الاطار هذا. ماديا يظهر لي صعيب شويه، هو باش تكري رادس يظهر لي في ال 21 مليون. ما عندها حتى علاقه ماهيش ما وراهاش. المرابيح سمعنا اليوم انه مع في حدود 10,000 دينار فقط. داير وما تعرفش عليها المباراه، هي من اول الصيف الطلب كان موجود معناتها من قبل ما تبدا البطوله، وما تعرفش عليها المباراه باش تصير يوم الاحد ولا تنجم تصير وسط الاسبوع، ما ثماش معناتها عدد كبير من الجماهير وهذا كما شفنا اليوم، دونك ماهيش الغايه ماديه، الغايه معناتها الظروف معناتها نتاع اجراء مباراه كبيره من حجم الترجي الرياضي وجمهور الترجي الرياضي ولا النادي الافريقي كان اختيار من بدايه الموسم قبل ما تبدا البطوله على اساس معناتها مستقبل سليمان يستقبل النادي الافريقي ولا الترجي الرياضي في ملعب رادس. دونك حسبناها اللي هي مباراه عندنا احنا نستقبل الترجي الرياضي.
احنا نخدموا في البطوله على الكلاسمون على النومبر دو بوين في الشامبيونان. حتى وقت اللي حكيت مع الاولاد قلت لهم رانا ثم اوبجيكتيف، الاوبجيكتيف هو ماذا بينا نحسنوا من عدد النقاط، نحسنوا من الترتيب نتاعنا. اوكي ثم فريق محترم ومحترم جدا على مستوى الفني، على مستوى فريق معناتها يلعب في البطوله العالميه، يلعب في الشامبيونز ليج، يلعب كذا، لكن احنا باش نلعبوا على امكانياتنا، باش نلعبوا على حظوظنا، باش نلعبوا كيما لعبنا للفرق الكل. وهذا اللي صار، حضرنا المباراه معناتها كاحسن ما يكون. عندنا فكره على الترجي الرياضي اكيد، معناتها ما يخفى على حد كونه الترجي الرياضي تقريبا واضح معناتها على مستوى الاداء الفني. بون حطينا استراتيجي معناتها للمباراه هذه حسب تتماشى وامكانياتنا تتماشى والاهداف نتاعنا، وكيف كيف تتماشى هي والنقاط القوه اللي عند المنافس. اللي هي استراتيجيه والله المجازفه. بون ما 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 منش من غير مجازفه، انا نعرف نشوف اللي الترجي وقت اللي تحط له بلوك مليو تيران ما وسط الملعب معناتها يلقى دي ديفيكولتي في الكوموند دي بلوكي معناتها البلوك هذاك. ثم خرجنا على تقريبا النقاط اللي تخرج منهم لي سورس دو بالون معناتها تخرج منهم الكره عند الترجي اللي هما لي دو بيفو مع لي دو الاطراف معناتها يخدم ياسر على الاطراف سواء على طريق الارقى ولا الظاهرين. حطينا 4-1-4-1 معناتها وعطينا معناتها لي كونسيني اللي لازم تصير وقتين في الـ في الـ في الـ في لي زون دو تيران. وي صارت ابليكاسيون ما لقاوش حلول تقريبا معناتها كبيره برشا الترجي في الشوط الاول. فرصه واحده تقريبا كانت موجوده اون كونتر بارتي كانت عندنا فرصتين. الشوط الثاني نفس الشيء معناتها كملنا بنفس الاسلوب. كنا نخرجوا بنتيجه احسن لو كان مش الهفوه اللي صارت على مستوى كيفيه التعامل مع الكره الباس اون دياغونال اللي جات ما بين ملاعبي ما بين اثنين صعد وحط كره معناتها في الوقت المناسب تايمينغ منه هو صحيح عكس نحنا ما كانش ثم تايمينغ معناتها في الوقت الصحيح نطلع الكره. كنا اجمالا عملنا مباراه لعبنا على عده اهداف، الهدف الاول كان هو نتيجه، الهدف الثاني سليمان بصراحه معناتها الباركور الاولاني عملنا باركور بوزيتيف بتاتر على مستوى الاداء اكثر منه على مستوى النتيجه. حبينا نستحفظوا على الصوره اللي اعطيناها في الباركور الاولاني خاصه انه فريق صاعد جديد، فريق مستحفظين تقريبا على 70-80% من الافكتيف نتاع الموسم الفارط. رغم هذا معطينا كره نظيفه في بعض الاحيان، في بعض الاحيان تعاملنا مع مباريات حسب حقيقه المباريات حسب امكانياتنا نحن كما مباراه المستير مثلا او مباراه النجم الساحلي معناتها مع فرق كبيره، لكن كنا موجودين ما انهزمناش في المستير، كنا ما ننهزموش في اجمالا الصوره كانت ايجابيه. قلنا نكملوا نفس الصوره الايجابيه مع فريق كبير اللي هو الترجي الرياضي في ملعب صعيب على من ناحيه صعيب شنو من ناحيه من ناحيه المساحه نتاع الملعب وماناش متعودين بها باش نكملوا مرحله الاياب على مستوى الارقام بوتيتر حسب البلان معناتها حسب الاهداف اللي حطيناها. انا نحسب روحي لحد اليوم موان 3 موان 3 لانه نعرفهم لي 3 بوان وين ضاعوا غلطتنا احنا. حبينا الثلاثة هذوك من نقص ومنهم ان بوان على الاقل في مباراة نتاع الترجي اليوم ما صارتش. اجمالا باش نلخص عندنا ايكيب معناتها محترمة على جميع عندنا ثلاثة خطوط تقريبا معناتها محترمين، عندنا ملاعبية يعرفوا يتأقلموا مع الخطط اللي نخدموا عليها معناتها اي مع الوضعيات تقريبا الكل. موتيفي معناتها هذا اهم شيء، مونتالمون معناتها حاضرين. نشكرهم انا الملاعبيه على الباركور اللي عملوه في المرحله الاولى. ستان ترافاي كوليجيال معناتها نتاع الناس كل هيئه مديره ما شاء الله معناتها ثقه كامله في الاطار الفني وموفره معناتها مقومات النجاح. الاطار الفني كيف كيف متناسقين مع بعضنا، نشكر الناس اللي معايا معناتها مانيش وحدي، فما ناس ان ترافاي معناتها كوليجيال في جو نظيف برشا وعلاقه ما بين الاطراف الكل كانت متميزه عملت البرودوي هذا.
شكرا سي عمار. حبيت فهم معك شكرا فيما يخص لأنه حتى اليوم أنا تفاجأت بال مردود الفكره نتاع اللاعب اللي لعبته به للمدرج التونسي. انا لما لعبت ضد الاتحاد المنستير، الاتحاد المنستير متصدر ماهوش نفس الفكر. اليوم شفت حتى تخريج كوره، هجمات منظمه من الخلف، بالعكس يعني ضد المستير ولا هجمه منظمه انا صارت في المباراه هذيك. والله شوف، هو لو ميم ديسبوزيتيف لعبنا به اليوم، لعبنا به ضد المستير 4-1 4-1، حتى على مستوى معناتها الاسماء تغيير واحد اضطراري هو صار. مباراة المستير ما لعبش خميس المعواني لأنه كانت عنده تروازيام افرتيسمون. اليوم ما لعبش أسامة بن عياد على خاطره بليسي مصاب. دونك هذاك هو باقي لو ميم ديسبوزيتيف. نحكي أنا على الفكر، معناها اليوم اللي شفته يعني كل شيء موجود في المباراة، كل شيء موجود. باش نقول لك علاش، نفس الفكر نفس بالترانزيسيون خممنا فيها في المستير باش نطلعوا بها. ثم حاجة مهمة برشا في المستير يمكن هي اللي كانت عائق، هي حالة الميدان. أثرت راهو صحيح، أثرت على الاتحاد المنستيري حالة الميدان، لكن أثرت علينا. حتى احنا عندنا ان ايكيب تكنيك اللي تخرج بالكرة، عندنا معناتها لاعبين سريعين يسوفي باش الباس ما تخرجش في وقتها وما تخرجش صحيحة، استنى هانديكاب. مي راهو مباراة المستير ومسينا 9 مرات منطقة 18، ما كانتش ثم معناتها الباس الاخرى الصحيحه اللي توجدت اليوم في مباراه واضح. خلينا نقعدوا في المباراه نتاع اليوم، نعاودوا نرجعوا لها. شنو من اللقطات اللي حضرتهم السي عمار؟ حبيت اكثر شيء معناها على باش نحكي على مستقبل سليمان، لازم نعتبرها معناها اون ايكيب سمباتيك بالنسبه للسيزون هذه. حتى برشا ناس لما يزيد يحطوا معايا الهلال الشاب، انا نفضل مستقبل سليمان لسبب وحيد، هو ما غيرش المدرب، ما غيرش حتى الستاف نتاعها. على العكس هلال الشاب صحيح تلعب كره بالقدا، لكن اداريا في التسيير هنالك يعني فوارق بين الادارتين بطبيعه الاستمراريه النتيجه. دونك هذاك علاش انا نخلي بين الاثنين مستقبل سليمان في الـ يعني في الاسبقيه. دونك انا نشوف اللي حسب فكري انا شفت الفريقين الاثنين ما لهمش ضغوطات كبيره، متحررين، ودليل ذلك بعض اللقطات الفنيه معناها اللي صارت فما ضغوطات كبيره، حاولوا يلعبوا كره. شوفوا دونك اللقطات هذوما الابداع اللي شفناها معناها فاهم 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 مهاره، ولو ما جزتش معناها في المرمى تيجاني انان يعني فما بعض الاحيان بعض الاستمتاع معناها بلقطات فنيه ومهاريه في الملعب، عارفين ايش يعملوا، فما ثقه في النفس كيف جاب الترجي التونسي. هناك بعض اللقطات اللي تجلب الانتباه والمهاره تاع اللاعبين واللقطات الفنيه، هنا يظهر اللي الناس معناها دي كونتراكتيف، فماش معناها ضغوطات كبيره. هذا يعني الدخول معناها في سبب الموضوع. بالنسبه لمستقبل سليمان كما كنت نحكي من بكري، يعني عمل كل شيء اليوم، هجمات منظمه، هجمات سريعه، هنا يقاتل على 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 الكره الثانيه مثلا، شوفوا الشراسه في الضغط على حامل الكره في المناطق تاع الترجي باش ما يخرجش بها، والمواصله كيف في نفس الوقت ديما الضغط على حامل الكره، ما يخليوش يعني يلقى الحلول بكل راحه في 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 المباراه. لما ترجع كره للخلف اجبروه معناها باش النص الميدان ياخذ المركز نتاعو، فيرجعوا كيف لمناطقهم ويكونوا منظمين، ولو فما بعض تاخير في المناطق انا خاصه نتاع المدافع. نشوف هنا كيف الخمسه اللاعبين الوسط في الضغط على حامل الكره ما يخليوش يشوف الحلول، المسافه اللي بيناتهم قصيره، بسرعه ما يخليوش، انا ارتخاء نوعا ما وتخريج كره طويله وتتقطع بالدفاع، ديفونس كاتر التالي ما ثماش واحد اخر راجع على ذنب. دونك شفنا في الوضعيات هذه كيفاش معناها فريق مستقبل سليمان كما قلت خرج كوره في بعض الاحيان، معناها هنا في مخص معناها لي ترانزيسيون اوفنسيف، شوفوا المعواني بالتمركز نتاعو افتكاك كوره والسرعه خاصه نتاع ثلاثه مهاجمين نفزي يظهر لي انان وحموده بن حموده. شوفوا هنا خميس اللاعبين ترجي بركيه على البورتور على الكوره، ماهوش بركيه على اللاعبين اللي يتحركوا، كان تصير يعني فرصه هدف. نفس الشيء على اسر معناها ركنيه مهاره من العبد اللي افتكاك كوره وان ترانزيسيون معناها باس من كوره من 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 يعني من من قدام المرمى معناها مساحه طويله. نشوفوا هنا كيف المساحه اللي المسافه اللي عملها تيجاني انان والمهاره اللي عنده والسرعه، وكانت معناها فرصه معناها محققه موجوده. في نفس الوقت معناها هناك عمليه اخرى نفس الشيء، ضغط على حامل الكوره في مناطق معينه وقراءة اللاعب، ما شفنا هنا ثلاثة لاعبين ضغطوا على حامل ما يخلوش يعني يلقى الحلول ويرفع راسه بكل حرية، وهذوما لاعبين الوسط ماهمش المدافعين، وعلى طول الترانزيسيون هنا والسرعة والمهارة نتاع بن حمودة اللي فسخ بدران بالسرعة نتاعو، كانت فرصة نتاع هدف معناها كانت تكون. شفت في المباراة هذه اللي معناها خط هجوم معناها سريع ومهاري يتمتع بقصر قامة لكن يعني سريعين، نفس الشيء وسط الميدان على مستوى الافتكاك
يعني واضح 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 يعني العمل نتاعهم منظمين في جميع الوضعيات اللي صاروا قدموا مستوى معناها لا باس به. بطبيعه الترجي يدور في الافكتيف نتاعو وبطبيعه المجموعه اللي تلعب ما عندهاش من الانسجام الكافي، لكن مستقبل سليمان يجلب الانتباه وفريق معناها كنا حكينا عليه وشدنا به في السابق وشفنا اليوم الوضعيات اللي خاضها وفيه عمليات اخرى كيف وصلوا بها للمرمى. لكن اللي شد انتباهي اليوم كما قلت على مباراه سليمان مباراه المستير وتي فسرتها ارضيه في الملعب اللي فريق حط كره في القاعه وقت يلزم ضغط لعب كره يلزم عمل ضغط عالي لعب بلوك با يعني نوع في جميع معناها الوضعيات اللي صاروا ونجم نقولوا معناها نجح بها مقدم مباراه محترمه. سي شاكر يظهر لي العلاقة طيبة برشا بينك وبين الملاعبية، حسينا الملاعبية يحبوك حتى أيمن الصخيري وقت اللي مشى معناها وحاول يسأل على علاقتك بالملاعبية، تحب نسمعوهم مع بعضنا؟ نشوفهم مع بعضنا. لا سي شاكر معناتها من عاملين معنا برسك عرفنا معناتها بونا مش انترونور نتاعنا. ينصحنا يوري فينا معناتها يدرس المنافس مليح، نحن نعاونوا فيه معناتها بتطبيق سوشيال هو يعاون فينا برا ماتيريا وربي معاه وان شاء الله معناتها نكونوا في مستوى الباهي ان شاء الله. والله فيما يخص سي شاكر ظهر لي مانيش انا باش نحكي عليه، ما شاء الله قاعدين نترناو من الباهي قاعدين نعيشوا في اطار عائلي ومع قاعد الامين مليح وقريب منا قاعدين نخدموا سيريو. بالنسبة لسي شاكر معها نلعبوا في كرة نظيفة مزيانة، نلعبوا كرة لوطة مع نابورتيل ادفيرسير عمرنا ما نطيشوا كرة، ديما نلعبوا جو كوليكتيف باس ان دو تروازير فهمتني، ما نخافوا من حد سيرتو أهم حاجة ما نخافوا من حد خاطر احنا زرع فينا ثقة اللي معناتها اللي احنا معناتها عندنا لي بوتونسييل اللي نجموا معناتها نفسه الجمعيات الكبار. شكر تعليقك. بون تيم صح، انا اولادي الكل ما نتعامل معهم الناس كل كيف اولادي جو عائلي صحيح، ولو اني صعيب معهم في بعض الاوقات لكن يعرفوا الصعب هذاك راهو من مصلحتهم، قاعد نعطي فيهم في الثقه في رواحهم باش ينجموا يلعبوا على امكانياتهم عندهم وين ينجموا يوصلوا قدام. نتمنى لهم الكل معناتها كل واحد يحقق الاماني نتاعو وهما يعرفوها الاماني نتاعهم اللي حاطها لهم انا في روسهم سنين. اللي هي شنو؟ هما يعرفوا احنا ما نعرفوش. هما اللي معناتها شوف وقت اللي نحط ملاعبي انا نقول له ثم بروجي معناتها قريب وثم بروجي لون تيرم. هما الاولاد الاغلبيه صغار في السن معناتها عمرهم ما بين 22 و 23 و 24 سنه. يخمم في القريب. يخمم في مستقبله البعيد، عنده الامكانيات اللي تسمح له باش ينجم. يقدم وانتر وتر وقت اللي باش يقدم هو راهو باش يفيد جمعيته. واضح نتمنوا لك اكيد الحظ السعيد مع فريقك مستقبل سليمان. مازلنا باش نحكيوا مع جلال القادري، مازلنا باش نحكيوا مع ايمن عبد النور، مازالوا عندنا مباريات الكاس اكيد برشا فرق قاعده تستنى. في الاثناء وقبل ما نمشيو المافيولا نعطيكم النتائج والترتيب بعد زوز مباريات هذوما المتاخرين. نبداو بمباراه الكلاسيكو لحساب الجوله 13، اذا النجم والنادي الافريقي التعادل هدف لهدف، ثم مباراه لحساب الجوله الرابعه مستقبل سليمان انهزم امام الترجي الرياضي هدف لصفر. الترتيب اثر الزوز مباريات هذوما، الاتحاد المناسيري يقعد منفرد بالصداره 28 نقطه وتنقص مباراه، في المركز الثاني صعد الترجي الرياضي 25 نقطه وتنقص اربع مباريات، النادي الصفاقسي في المركز الثالث 24 نقطه وتنقص مباراه، نلقاو معاه الملعب التونسي ايضا 24 نقطه، النادي الافريقي في المركز الخامس 23 نقطه وتنقص مباراه، المركز السادس النجم الساحلي واتحاد بنقدان 18 نقطه ليتوال تنقصها زوز مباريات، المركز الثامن هلال الشابة ومستقبل سليمان 14 نقطة، هلال الشابة تنقصها مباراة، المركز العاشر شبيبة القيروانية 12 نقطة، النادي البنزرتي 11 نقطة في المركز 11، المركز 12 نجم المتلوي نادي حمام الأنف 9 نقاط، والمركز 14 اتحاد تطاوين 8 نقاط. نمشي وتوا وصلنا للمافيولا. مرحبا مراد بن حمزة، مرحبا يقول لي عندك. مرحبا رجاء، مرحبا بالحضور. ان شاء الله عام سعيد على الرياضه والرياضيين وجميع الشعب التونسي ان شاء الله. وعلى التحكيم التونسي خاصه. بطبيعه الحال التحكيم عندنا برشا ضمن الرياضه والرياضيين. عندك برشا لقطات اليوم شو ها؟ هي عندنا زوز مقابلات من المتاخر من البطوله الوطنيه، مقابله النجم اللي باش نبداو بها مقابله النجم الساحلي النادي الافريقي، الحكم وليد الجريدي
مساعد فوزي الجريدي رمزي الحرش والحكم الرابع سفيان كتات. عندنا اللقطة الأولى يعني توغل من زهير الثوادي، تنافس مع بن والناس وقوت يعني تلقائي داخل منطقة الجزاء، وهنا يعني عملية تمويه صريحة والحكم يعني حسنا فعل بإنذار زهير الذوادي. هنا عملية تمويه واضحة، الإنذار الأول هذا اللي تحصل عليه الذوادي، ثم في مع بداية الشوط الثاني نشوفوا كيف عملية اعتراض يعني باليد قطع هجمة للنجم الساحلي، وإنذار ثاني مستحق لزهير الذوادي وقرار سليم من الحكم وليد الجريدي. هنا هدف النجم الساحلي شاهدوا يعني عند التصويب من العريبي، المساكني لم يكن في وضعية تسلل، كوليبالي كان في تسلل لكن هنا تسلل سلبي، لم يشارك يعني في اللعب، شاهدوا كوليبالي ما عمل حتى شيء، وهدف سليم للنجم الرياضي الساحلي. هنا التوقيت يعني 46 دقيقة، الحكم أضاف دقيقة يعني في الشوط الأول، أعلن عن مخالفة للنادي الإفريقي، يعني في بدء الأمر كان باش يخلي المخالفة تنفذ مباشرة، لما تلعبت يعني وسام يحيى أعطاها تمريرة، الحكم أوقف اللعب وكان يعني مصيبا. هنا تسلل ضد هجوم النادي الإفريقي، شاهدوا الشماخي كان متقدم يعني على ثاني مدافع، ويعني قرار سليم من الحكم المساعد رمزي الحرش. هذه بعض الإنذارات اللي وزعهم الحكم يعني خلال الشوط الأول، الحقيقة هنا كان تدخلات يعني قوية بتهور، نشاهدوا كيفاش في رسب العربي، كيف الحارس هنا كيف إنذار زاد يعني شوفوا كيفاش يضيع في الوقت يعني لعب الكرة يعني بعد تصفير، كيف هنا وسام يحيى يعبر على الغضب نتاعه ويقذف الكرة، وهذه كل تصرفات يعني الجرنة باش الحكم يعطي الكم هذاك من الإنذارات خلال الشوط الأول، وكان الحقيقة يعني مقر في الإنذارات اللي وزعها خلال الشوط الأول. عندنا بعض اللقطات يعني في المقابلة هذه نرجع لها بعد نتاع التسللات أو بالترودي، شاهدوا هنا هدف ملغى للنادي الإفريقي يعني ضربة ركنية التوزيع، شاهدوا الكرة أولا تلمس يعني لاعب من النجم الساحلي، وبالتالي يعني الكرة لعبها بن عمرو لمست لاعب من النجم الساحلي، وبالتالي هنا تسمى يعني كرة من المنافس بالاد فيرسير، لا وجود لتسلل، إضافة إلى أنه التموقع يعني التمركز نتاع اللاعب، شوفوا يعني عملنا بالترودي نشوفوا العملية الصورة أوضح، هنا فما مدافع في أقصى الصورة من النجم الساحلي كان يعني مكسر عملية التسلل، والهدف يعني عملية مركبة، هي الوضعية أصلا ماهيش تسلل، ثم أنه الكرة جات يعني من المنافس، وهنا هنا يعني قرار مشترك بين الحكم والمساعد يعني خاطر الحكم مساعدم. كانت الصورة قدامه أنها يعني بال ادفيرسير كان عليه يعني إعلان احتساب الهدف. هنا عملية هدف النجم الساحلي كيف هنا يعني تمريرة من بن عمر للعريبي، لكن هنا العريبي كان يعني في وضعية تسلل، كان متأخر يعني متقدم على ثاني آخر مدافع، ويعني هنا قرار سليم من الحكم المساعد فوزي الجريدي بإعلانه عن تسلل. شو المقابلة الترجي الرياضي؟ كبيرة لما حال الحكم هذا من الجانبين من الإفريقي ومن النجم. أعتقد معناها عنده مدة ما حكمش مباريات. أول مباراة هو سنة أول سنة معناها ما حكمش الدوري الأول. أول مقابلة وكان يعني كان عنده إصابة ما حكمش يعني، لكنه رجع وحكم في يعني في الرابطة يعني الثانية والرابطة الثالثة. وهو حكم كما قال يعني كان حكم دول يعني حكم عنده يعني خبره، حكم كبير يعني عادي انه باش يتعين في مقابله كبيره يعني مش يعني نتصور انا كيما لاعب كيما مدرب يغيب مده كيما حكم ما نعرفش اي نسق نتاعو يعني قلت لك حكم هو في الرابطه الثانيه والرابطه الثالثه حكم، اما اول مقابله في الرابطه الاولى وعادي هو يعني الحقيقه يعني حتى على الفريق من تونس وفريق يعني اول مباراه يعطيهم مباراه كبيره مش يعني اول مباراه مراد ومراد مباراه كبيره كلاسيكي اي لكن الحكم عنده خبره وادار قبل يعني مقابلات كبيره ادار مقابلات كبيره ادار كلاسيكيات قبل يعني ما عندوش حاجه واضح. نمشيو للمباراه الثانيه ترجي قبل مستقبل سليمان وترجي الرياضي اللي ادارها الحكم سامحني حتى سامحني يعني المراقبي الخط يا خويا زاد ما هو شويه انتباه شويه حزم لانه مصير في رقم معناها راهو صحيح الاخطاء معناها نقبلوها كيما اللاعب يضيع كيما حكم يخطئ وما لكن زاد في بعض الاوقات أكيد يعني دور امور حساسه في المباريات هذه تصبح حساسه اي مباراه حساسه دور المساعد مهم ياسر لانه يعني اقل التركيز تجرنا كيما نقولوا باش نلغيو اهداف واحد وكل علاش المساعد ديما يطلب منه تركيز يعني تيلة المقابله يعني ربما الحكم عنده اخطاء مسموح بها في وسط الميدان في كذا لكن المساعد يعني الخطا نتاعو يتكلف كثير لانه ديما الواحد يسبق الصينية لكن خطا اخر مثلا في النادي الافريقي في مباراه يعني اخرى بالطريقه هذه تولي امور تولي حسابات اخرى وكلمات اخرى.
كان عاد ما فماش حسنيه عاد ختمت ما عادش فيها هذا كيك حسنيه نسبق نسبقوها اللي نمشيو للدرجه المقابله الثانيه اللي ادارها نصر الله الجوادي مساعد خلي الحسنيه محمد بكير والحكم الراجب فرج عبد اللاوي. عندنا اللقطه الاولى نشوفوا هنا يعني سقوط يعني حسين الربيع الحقيقه فما احتكاك لكن هل انه الاحتكاك هذا هو اللي خلى حسين الربيع نشوفوا بعد الاحتكاك حسين الربيع يعني يلقي بنفسه الحقيقه احتكاك عادي والحكم يعني حسن انفعل عندما امر وصلت اللعب هنا كيف كيف زاد الاحتكاك موجود بين فادي بن شوق وخميس المعواني ولا وجود لضرب الجزاء والحكم مقر يعني حسن انفعل وصلت اللعب عطاء انذار هنا هجوم لمستقبل سليمان توغل وعرقله من رامي جريدي أنا علاش انذار يعني ما عطاش ورقة حمراء رغم أنه الحارس لأنه الكرة من الاتجاه نتاعها بعيد كان بعيد ياسر على المرمى وما كانتش هنا يعني هناك فرصة محققة لتسجيل هدف كيف كيف هذه عندنا فيها يعني لقطة في بالترودي لقطة تسلل يعني ضد هجوم مستقبل سليمان شاهدوا التمريرة ومحمد علي بن حمودة شاهدوا هنا عند التمرير محمد علي بن حمودة لم يكن يعني في وضعية تسلل كان تقريبا على يعني نفس الخط مع ثاني اخر مدافع وهنا الحكم المساعد يعني اعلن عن تسلل وربما من حسن حظ المساعد أنها ضاعت هذا ما لدينا اليوم هذه اللقطه الاخرى مادامني نحكيوا على الحكام من نهار الثلاثاء سيقع تسليم الشارات الدوليه للحكام والحكام المساعدين مراد بطبيعه الحال يعني الحكام المساعدين اللي والحكام اللي حصلوا على الشارات الدوليه لعام 2020 والقدم نهار 3 باش يكون حفل يعني لتسليم الشارات الدوليه وبالمناسبه زاد باش يتحولوا لمصر في تربص يعني تحضيري للمرحله الاياب اللي ان شاء الله يعني نتمناوها تكون باقل اخطاء ويكون مردود الحكام ان شاء الله ممتاز يعني يكملوا العام في وضعيه جيده ان شاء الله هذا اهم شيء حوالي 40 حكم وحكم مساعد باش يكونوا موجودين في القاهره مع ابرز خبراء التحكيم خبراء في الاسماعيليه اها دعوه جاتنا ولا بالفلوس جامعه منظمتها جامعه التونسيه يعني هي اللي وشنو الحكم يعني في اطار ربما في اطار يعني في اطار احنا في الجامعة هي اللي منظمة وكل كل الظروف اللوجستية الاتحاد المصري والله حابين انا يعني اذا كان دعوة مرحبا اذا كان مش بالفلوس باش نزيد يعني نمشي لمصر لا فما الحقيقة تغيير شوية نحن تو في تونس القطريين يعني كل عام يجيو يعملوا تربص هذه يعني عادة حتى البلدان الأخرى من المغرب يمشيوا لبلجيكا يمشيوا يعني عادة ولا الحكام المصريين يمشيوا لبلدان أخرى باش يكون ربما تربص يعني خاص يعني بالتحكيم يعني باش نبدلوا لهم شوية الجو من بعدهم شوية على الضغط وكيف كيف وفما راه خبراء يعني دوليين باش يكونوا حاضرين افلا قلت لك خبراء دوليين موجودين غادي ان شاء الله يكون يعني تربص مفيد ويعني يعطي انعكاسات ايجابيه في مرحله الاياب هذا اهم شيء انا بكري تحدثت على الاحداث اللي تنتظر تونس وقلت ان شاء الله نتمنى النجاحات هاو الحدث الاول قريب توا نهار 16 جانفي كما تعرفوا تونس تنظم النسخة 24 لكأس أمم إفريقيا في كرة اليد المنتخب الوطني التونسي نذكر أنه اليوم تحصل على المركز الثاني في سويسرا دورة يلو ومحمد صفر الحارس كان أحسن حارس في الدورة هذه غدوة يروحوا التونس نتمنيه أكيد الحظ السعيد وخاصة أنه تونس تحافظ على اللقب نتاعها ولما لا اللقب 11 في تاريخ كرة اليد التونسية الكاسدية تأهلنا للأولمبياد طوكيو 2020 وأيضا لكأس العالم مصر 2021 نشوفوا سبوت للتغطية الحصرية لهذه البطولة ثم نرجع كأس إفريقيا للأمم لكرة اليد التلفزة الوطنية تواكب الحدث نقل مباشر لمباريات منتخبنا الوطني تغطية خاصة كواليس حصرية وملخصات لجميع مباريات الكأس كأس إفريقي للأمم لكرة اليد من 16 إلى 26 جانفي حصريا على التلفزة الوطنية حظ سعيد اكيد للمنتخب الوطني التونسي لكره اليد التلفزه الوطنيه باش تكون حاضره وحصه يوميه وكل المباريات باش تشوفوها حصريا على الوطنيه الاولى
نمشي وتوا الموضوع يهم كل الجماهير الرياضية وهي أغاني الفيراج. ثم زوز أغاني في الحقيقة عملوا البوز الأيامات الأخرى في صفوف الجماهير. باش نحاولوا حسام غراد عمل رجع لتاريخ أغاني الفيراج مش كان في تونس أيضا في البلدان العربية. نتبعوا مع بعضنا هذا التحقيق. هو فيتياغ حلو برشا كما قلت حسام غراد عمر مالك رياض الدريدي وعادل بن عمار. بداية العام اللي فات شوارع البيضة كما يقولوا أشقانا من وراء جبال خمير تعبيت بالشباب الثائر ضد فترة نيابية خامسة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. والحناجر غنيت بصوت واحد لا كازا دا المرادية. اللي جمعت بين فكرة الكازا دا البابيل سيري الشهيرة بنتفليكس والمرادية وهي مقر رئاسة في الجزائر. الغنية دارت العالم وتواصلت مع الحراك الشعبي حتى اليوم. أما اللي لازم الناس تعرفها إنه هي غنية خارجة من ستات من إبداعات أولاد البهجة والتراويت اتحاد العاصمة. هالنوع من الأغاني في سنين الأخرى في الجزائر ما كانتش حكر على ولاد سوستارة وبريس كل الجمعيات عندهم غنياتهم الاجتماعية. وهي حاجة ماهيش جديدة على الجمهور الجزائري. في المغرب الأقصى الجماهير ما خلتش من جهدها. في بلادي ظلموني الكورفا ماغانا للرجاء وعملت ضجة كبيرة. تبعتها كورفا الهيراكلوس في شمال البلاد في طنجة بغنية بلاد الحجر. في مصر تجربة الألترس أهلاوي في صدامه مع الداخلية أفضت حسب العديد من الشهادات إلى مجزرة بورسعيد اللي خلفت 74 مأتم في 74 عائلة وآلاف القلوب الجرحى في كامل أنحاء العالم العربي. الملاعب العربية الأسيوية الحركة والموفمو يلترا بدأ يكبر خاصة في العراق. أما ما ينجمش يكون إكزامبل بما أنه جل الفرق الغادي عندها انتماءات يا إما الإدارات مركزية وإلا الطائفة وإلا العرق ما. في الأردن دربي عمان يجمع بين الفيصلي الهاشمي مولى البلاد والوحدات فريق المخيم الفلسطيني في العاصمة الأردنية. وبطبيعة الحال القضية الفلسطينية باش تكون في قلب الكورفة. القضية الفلسطينية ما هيش حكر على الجماهير الفلسطينية وهي قاسم مشترك لكل ألتراويت العرب. والعرض اللي عامله جمهور ترجي في الدوحة الشهر التالي سبب لأفراد الكورفا سود العديد من المشاكل في قطر. الأغاني اللي طالب بالحرية للأولترا في صدام الجماهير مع ممثل الدولة والأمن المنبع الأصلي بتاعها كان تونس. وفيراجات فرق الألقاب الأربعة تنافست قبل الثورة في طريق تعبيرها عن توقع الحرية. الانطلاق كان من إيشاك سومان للسوبرا سود في 2009. مانيفيستو الكورفانور للنادي الافريقي في مايو 2010. القوة بتاع مانيفيستو وقتها اللي تلموا وقتها تاع الكورفانور الكل
وتفاهموا عملوا الخدام واحد، وكان التمشي العام ذاك هو معناها مع التغنيات كلها معناتها ضد الريبريسيون. يا الحكومة البريغاد روج ظلمتوني وخلقتوا قضية، حكمتوني ومشيت ضحية، يو كرهتوني في العيش هذية. ماك تعرف الوقت هذيك وقت صعيب على الاخر، وبيتجرح هذا حد باش يوصل يتكلم كيف هكاك خويا، حاسيلو دارت الفيديو هبطت تحل باب بلا عليه. ثم الالترا ليبري للراجل بويز في صفاقس. القاسم المشترك اللي يجمع بين الغنيات هذه الكل هي محاربة القمع اللي يتعرضوا له الجماهير في مختلف ملاعب الجمهورية. بعد الثورة نقص شوية هالكم من أغاني المطالبة بالحرية للأولترا. في الأيام الأخرى من العام الماضي توالي المصائب الجلل في وسط أبناء الشعب خليت القراءة حتعاود تجود بأغاني باش تطول معانا في الذاكرة الشعبية. البداية كانت مع كورتاج الموت للبرقادروش. من خارج الفيراج كيفاش نتحبوا يحكي؟ يحكي على جمعيته ويحكي على الوضع هذا زيادة، يهمه وضع البلاد. من بعدها جيت بلاد الموت للألترا ليوني بيانكونيرو في صفاقس. آخر ما جدت به قرائح الجمهور هي الأغنية أكثر انتشاراً واللي عاملة أكثر من مليون فيو على اليوتيوب، يا حياتنا للأفريكان وينرز. يا حياتنا عيشتنا اللي اخترناها، هذه حياتنا، هذه دنيتنا اللي فيها حكاياتنا، هوني الجرحى هوني الحرب وعلى اخواتنا، واللي باتوا ديما عايشين بيناتنا. اليوم خرجت في الإذاعات في الواحد وكونه رشيد زملي، يعني نسميه رشيد زملي، هو اللي كتبها الغنية. هو هي رأي صحيح، هو عمل هم في الأخر استنتاج في الكوليكتيف، كما قلت معناها راهي دخلة في الأخر، راهي فكرة، فكرة أساسية يجيبها عبد اللي يعرف يصور، هو واحد زاد ولا زوز، أما الإكزيكوسيون تاع باش تخرج الدخلة هذيك يلزمها دي سنتين، يلزمها برشا ناس. تنجم تفرقهم الألوان، تنجم تبعدهم النتائج، أما جماهير الفراجات في تونس هما عدة وجوه لعملة واحدة.